حياكم الله الإخوة والأخوات. معنا نبيل من اليمن، تفضل نبيل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا أخي. شهر مبارك. الله يبارك فيك وجزاك خير. يا شيخ فلسفي معي سؤال واحد. نعم. سافرت السنة الأولى في رمضان. أيوه. ثم فطرت 4 أيام. أيوه. بعد رمضان رجعت اليمن فصلت يوم واحد. أيوه. تمام يا شيخ. قضيت يوم واحد. فطرت يوم واحد. لا أنت. وبعدين مع كملت بقية الثلاث أيام السنة الأولى، هل أعيد الصيام؟ أنت الآن كان عليك 4 أيام من رمضان ماضي. في رمضان في عمرة، رحت عمرة. أيوة أيوة كويس. أنت أفطرت، رحت عمرة وأفطرت 4 أيام من رمضان ورجعت إلى اليمن وقضيت يوما واحدا. أيوة. وبقي لك ثلاثة. بقي لي 3 أيام. طيب ليش ما قضيتها؟ كنت تعبان يا شيخ، بعدين أنا متقول من الكسل. إذا بعد رمضان إن شاء الله. أيوة. تقضي ال3 أيام هذه بعد العيد يعني. أيوة. وتطعم عن كل يوم مسكين كفارة التأخير. كم طعم؟ وجبة عشاء أو غدا لمسكين كفارة التأخير. إن شاء الله. شكرا. حياك الله حياك الله. مع الاستغفار من تأخير القضاء. أبو عبد العزيز تفضل. أبو عبد العزيز. ألو. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. شيخ عندي بس سؤال. المؤذن. أيوة. ما الحكمة في أن يضع يديه عند أذنيه؟ وما صفة وضع اليدين؟ تسمع الجواب. الحكمة في وضع السبابتين في الأذنين عند الوضوء وما عند الأذان، وما هي صفة ذلك؟ السؤال اللي بعده. تفضل. ما الحكمة في التفات المؤذن يمينا عند قول حي على الصلاة ويسارا عند قول حي على الفلاح في زمن التطور؟ ما الحكمة؟ تسمع الجواب. تفضل. السؤال اللي بعده. اثنان سيصليان جماعة، هل يستويان الصلاة القدم بالقدم والمنكب بالمنكب أم يتقدم الإمام قليلا؟ تسمع الجواب أيضا مع الدليل إن شاء الله. سؤال لبعده. نعم. اثنان سيصليان ظهرا، أحدهما عربي والآخر أعجمي كبير سن ملتحي وربما كان عالما، فمن يتقدم منهما؟ هل الصلاة سرية خلف أعجمي أم لا؟ هل الأعجمي ينطق بالحروف بشكل صحيح ولا يلحن أم أنه يلحن؟ لا ينطق الحروف بشكل صحيح، ولكنها صلاة سرية يعني ليس لديه إلا قول الله أكبر. ولو لكنه يلحن ولا لا؟ لا ما يلحن. يلحن يعني ممكن يقول مثلا الحمد لله بدلا من الحمد لله مثلا. الأعجمي قد لا يستطيع نطق الحاء، يقلبها هاء مثلا وهكذا. فهذا الآن الرجل هل يغير الحروف؟ هل يغير الحركات تغييرا يخل بالمعنى؟ هل يبدل الحروف؟ الحاء يصير هاء مثلا؟ نعم 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 يغيرها. يغيرها. طيب. بالسؤال اللي بعده يا شيخ. نعم. الصلاة هل هي مشروعة أم لا عموما؟ يعني مثلا والله بعد ما صليت قلت نسيت اني ما سجدت سجود سهو او ما توضيت او ما خشعت او اعاده الصلاه عموما هل هي مشروعه ام لا؟ طيب تسمع الجواب. متى يشرع للانسان اعاده الصلاه؟ الاخ ام فهد من الكويت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ ما حكم التورق اذا باخذ تورق لبناء بيت؟ طيب. الأخ عبد الخالق تفضل. يا عبد الخالق السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا شيخ رجل مقعد. كيف؟ رجل مقعد نصفي. أيوة مقعد مقعد أيوة. إيه مقعد. أيوة. طبعا أحيانا آخر الصلاة مثلا العصر الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء لعدم الطهارة. أيوة. أقدر مثلا. أيوة أيوة. احيانا اروح للمسجد مو احيانا طبعا اروح لصلاه التراويح الجماعه والتراويح في اثناء الصلاه اما بعد صلاه الفرض او صلاه التراويح ينزل بول ايوه فما اسوي فماذا افعل في هذا الوضع يعني ينزل بغير تحكم ايوه اي طيب طيب نسال الله لك السلامه والعافيه نعم السؤال السهل طال عمرك اقرا من القران في اثناء الصلاه وانا مثلا في البيت فاقرا من القران هل يجوز ولا اقرا صور عاديه؟ طيب طيب حياك الله نوال من الاردن تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيك العافيه شيخ. الله يعافيكم. بدي أسأل يا شيخ بالنسبة للحلف اليمين. أيوة. يعني كان في وضع كان الإنسان مضطر إنه يحلف يمين. أيوة. وبعدين يعني استغفر ربه وبده يتوب عن هذا الإشي على اليمين اللي حلفه. يعني معناها إنه حلف يمينا كاذبة. إذا تسمعين الجواب ماذا يفعل من حلف يمينا كاذبة؟ في السؤال الثاني يا شيخ. نعم. يجوز بصلاة الترويح للمرأة يعني في بيتها لما تصلي تذكر القرآن أثناء الصلاة؟ لا مانع لا مانع تمسك القرآن أثناء صلاة التراويح تقرأ. الأخ محمد من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معواش مبروك يا شيخ. حبك الله حياك الله يا أخي. جزاك الله خيرا. انا عملت من الاخ ديالي في شركه يعني في المقاوله. ايوه. وهو يقول لي دائما احنا مشاركين يعني في مقاوله وفي الاملاك جميعا وهو كل شيء في اسمي والان متوفي الان هو منذ عامين والان هل يجوز لي ان ناخذ شيئا من هذا الاموال الذي في اسمي حين لديه ابناء او لا؟ جزاك الله خيرا. طب لحظه انت يا محمد دفعت معه شيء يعني هل اشتركت معه في شيء؟ ايش نوع الشراكه؟ هل هي شراكه في المال؟ شاركنا في العمل منذ نحن باثنين لا نملك اي شيء في ذاك الوقت يعني والعمل يعني بدايه من الصفر يعني. ايوه من الصفر لكن انت هو دفع هو ماذا وضع في الشركه وانت ماذا وضعت فيها؟ لا دفعنا العمل ديالنا العمل طاعنا صافي. يعني اذا يعني هذه شركه ابدان هذه شركه ابدان يعني انتما عملتما ببدنيكما واشتركتما في العمل ببدنيكما. نعم. ثم تطورت نعم. الشركة ثم تطورت الشركة ونمت وكبرت. اي جزاك الله خيرا. نعم. طيب واتفقتما في ذلك الوقت على انه له 50% ولك 50% يعني انت نعم. خلاص اذا كل العمل يعني 50% ولكن هو كبير في السن احترمه دائما هو كل شيء في اسمي لا عمل كل شيء في اسمي لا مانع والان متوفيا ولديه اولاد. خلاص انت يا محمد ما دام اتفقت معه اتفاقا واضحا على انه له نعم. النصف وانت لك النصف وعملتما ببدنيكما معا ونمت الشركه فانت لك نصفها ولو كانت باسمه انت لك النصف وتخبر اولاده بهذا اذا في شهود او في اثبات تبرزه لأولاده نعم. أنت لك النصف بناء على كلامك. حياك الله نعم. حياك الله. الأخ نصيب من الإمارات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. الله يحييك يا أخي. عندي سؤال إذا أنا صليت التراويح وطلع الدم في يدي هل تجوز صلاتي ولا صليت التراويح وإيش صار؟ طلع الدم في يدي أثناء الصلاة.
ايه اثناء الصلاة. دم يسير ولا كثير؟ يسيل ولا لا يسيل؟ لا دم في اصبعي. يعني دم بسيط يسير يعني؟ بسيط ايه بسيط ما يضر ان شاء الله. ما يضر؟ لا. جزاك الله خير. الله يحييك يا اخي. اخت نور من العراق تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ اذا امكن اريد تفصيل عن سجود السهو، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما الفرق بين الصبر والصبر الجميل؟ طيب شكرا جزيلا، حياكم الله. تسمعين تفصيل أو تسمعين حالات سجود السهو إن شاء الله. الأخ طارق تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ بعد إذنك، أنا تعبان، عندي كنت تعبان من يومين وفطرت امبارح وأمس واليوم، ان عندي مغص كلوي، ورحت المستشفى امس طلع عندي حصوه في الكلى فبيجي لي مغص، فلازم اشرب سوائل كتير. لا مانع ان تفطر لمرضك لاجل الحصى هذا والالام التي عندك، وانت تحتاج الى استخراجها وتحتاج الى شرب سوائل كثيره، فلا مانع من ذلك. فما افطرته تقضيه لاحقا ان شاء الله. يعني لو مثلا لو بكره او بعده اي يوم افطره اعوضه ان شاء الله. ان شاء الله تقضيه، نعم باذن الله. جزاك الله كل خير يا شيخ. حياك الله يا اخي، حياك الله، نسال الله لك العافيه. طيب ابا انس تفضل يا ابا انس. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله بالخير يا شيخ، بارك الله فيك. الله يحييك ورحمة الله والديك والجميع ان شاء الله. امين. جزاك الله خير، حياك الله. عندي ثلاث اسئله يا شيخ لو سمحت. في السؤال الاول، هل الحين اذا سافرنا برا في الدول التي لا يوجد وانتم بكرامه بالدورات المياه ماء، يعني نمسح بالمنديل، وهل يعني انا اتشكك بالصلاه ولا يعني هل اغتسل ثانيه ولا يكفي المسح بالماء؟ طيب. السؤال الثاني، الجنين الحين اللي في البطن هل له زكاة فطرة ولا؟ ايش؟ نعم، الجنين؟ الجنين اللي في البطن له زكاة؟ الجنين يستحب الإخراج عنه ولا يجب؟ يستحب. طيب، فيها الحين عندي أنا طباخ غير مسلم. أيوه. يطبخ بس، ما الذبح وما الذبح والترتيب والتغسيل هو اللي يغسل ويطبخ، هل هو جائز ولا لا؟ بس والذبح؟ الذبح لا، احنا اللي نذبح، احنا اللي اي. طيب، ولكنه شخص نظيف، يعني مثلا اذا إيه طلع إيه من الحمام يغسل يديه، معلمينه إيه؟ نعم نعم اي. لا حرج في هذه الحاله ان يطبخ لكم اذا كان مامونا نظيفا طاهرا، لا مانع. يعني طبخه حلال ما في مشكله؟ طبخه حلال ما دام اللحم انتم تجيبونه وانتم تذبحونه، الطبخ جائز ان يطبخ الكافر ما دام انه يعرف على قضيه ابعاد النجاسات، انه لا يخالط النجاسات اثناء قيامه بالعمل. بارك الله فيك يا شيخ، حياك الله، حياك الله يا اخي. الاخ مسعود. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. بس لك سؤالين الله يطول عمرك. تفضل يا اخي. السؤال الاول، ابغاك تفسر لي ايه في سوره العمران. نعم. ابغاك تفسر لي ايه في سوره العمران. ايه في سوره ال عمران؟ ايه. ما هي؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى والرسول إلى بني إسرائيل إنه قد جاءكم دعية من ربكم إني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبروا الأكمة وأبرئوا الأكمة. طيب طيب طيب، تسمع إن شاء الله تفسير هذه الآية إن شاء الله. والسؤال الثاني. تفضل. السؤال الثاني عندي وسواس، هل ربي حسبنا عليه يا شيخ؟ أيوه. طيب طيب طيب، الله يعطيك العافية ويبيض وجهك. حياك الله، حياك الله. الأخ إبراهيم. السلام عليكم. تفضل يا إبراهيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. وياك. سؤالي، ما الحكم في دعاء اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه؟ تسمع الجواب، في حكم الدعاء بقولهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. يلا شكرا، حياك الله. أيها الأخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. نأخذ بعض الأسئلة التي وردت في تطبيق البرنامج. هل يجوز إحراق المصاحف القديمة الممزقة؟ نعم، توضع في حفرة تحرق ثم تدفن في أرض نظيفة. ما نصيحتكم لوالدي الذي يبني الآن في رمضان محلات لشرب الشيشة؟ نقول له أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. الحرام كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. الكسب من محلات الشيشة كسب خبيث، الشيشة ضارة وأسوأ من التدخين، وتنتقل عبر خراطيم الشيشة أمراض متعددة. حتى أنهم اكتشفوا في أنواع الإنفلونزات الجديدة القاتلة إصابات نتيجة خراطيم الشيشة. فإذا النصيحة أن تبدل هذا النشاط ويكون عندك نشاط تجاري آخر حلال. احرص على بيع ما ينفع الناس لا على بيع ما يضرهم. اعلم أن الدين النصيحة لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، وليس من النصيحة لأئمة المسلمين أن تفتح لهم محل شيش. ضرر عليك في الكسب الحرام وضرر على غيرك محلات الشيش. نسأل الله الهداية وأن يجعل كسبنا حلالا، لأن الكسب الحرام يمنع الدعاء إجابة الدعاء. دخلت المسجد وجدت الإمام في التشهد الأخير، هل أدخل معه؟ نعم أدخل معه، لعموم الأمر النبوي بأن يدخل المأموم مع الإمام في الحالة التي وجده عليها، قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا، يدخل معه ولو في التشهد الأخير. تأخير الصلاة ليس متعمدا في النوم، طبعا ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة، ولكن هل استعددت للقيام للصلاة أم أنك فرطت في اليقظة فأخرت النوم؟ فرطت في اليقظة فلم تضبط المنبه، فرطت في اليقظة فلم توصي أهلك بإيقاظك. اعتمرت بس ما قصيت شعري، كنت ناسية بسبب كنت أتوقع أنه مو واجب. هذا جهل خطير، يعني جهل قبيح. يعني كيف أتوقع أنه، يعني ما في توقعات. هي الواحد لما يروح يعتمر لابد أن يقرأ في أحكام العمرة، يسأل. ولذلك فإذا حصل تفريط، وطبعا لابد من التوبة إلى الله، طبعا لابد من تقصير الشعر، لابد من تقصير الشعر لأنه واجب من الواجبات. حتى لو نسي الواحد إذا تذكر أو جهل إذا تعلم يقصر فورا. متابعة المأموم من المصحف مع الإمام في صلاة التراويح، يعني لا بأس أن يكون خلف الإمام واحد مثلا يتابع المصحف، لكن ليش يوجد عشرة في المسجد؟ ليش؟ إيش الداعي؟ خصوصا أن فعل هذا في حركات لا داعي لها، ما لها حاجة، لأنه سيخرج المصحف ويفتح المصحف ويقلب الأوراق، وبدل ما النظر في موضع السجود يصير النظر في المصحف، وبدل ما اليدين على الصدر تصير ماسك المصحف، بعدين أغلق المصحف وحطه في مرة ثانية في الجيب. حركات كثيرة ما الداعي لها. ولذلك إذا صارت حاجة واحد وحده يصلي ما يحفظ يقرأ من مصحف، إمام ما يحفظ يقرأ من مصحف، إمام حافظ واحد يتبع وراه لأنه ما في حافظ آخر يرد عليه حاجة. لكن عدد يفتحون مصاحف في المساجد ليش؟
خلص إذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أنصت بأذنك ما هو بعينك، بأذنك. وبعدين خلاص اللي ورا الإمام هو اللي يرده. يعني أحياناً تجد تخيلوا يعني بعض أحياناً يخطئ الإمام في صلاة التراويح في الحرم يرد عليه من السطح. يعني بالله هذا كلام؟ إمام الحرم إذا أخطأ ناس في السطح يردوا عليه؟ لا، وجلبة وضوضاء، خلاص اللي وراه يردوا. ليش قال يليني منكم أولو الأحلام والنهى حتى يفتحوا عليه إذا أخطأ؟ يقول ما حكم العمل في مكان مختلط فتنة وخطر عليك وعليها، ولذلك اختر عملا لا يوجد فيه اختلاط مع غض البصر. صلاة الضحى أربعا مع بعض يجوز، ولكن الأفضل أن تصلي مثنى مثنى، ثنتين ثنتين. أنا رئيس صندوق للعائلة في عمليات بيع وشراء، الزكاة الموجود في رصيد الحساب؟ نعم، بالأرباح، مع الأرباح كل سنة. إذا أنت المسؤول عن الصندوق تقول أنا أخرج زكاة أموالكم هذه، ثم تخرج الزكاة عنهم بعد ما يوكلوك ويأذنوا لك. أم سراج من ليبيا تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرة الشيخ كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. نبي نسألك على بخاخة الربا، أصلا في وحدين يقولوا تفطر وفي وحدين يقولوا ما تفطرش. الراجح ولدي كم يوم والله نحس بضيق وناخذ فيها، يعني لما نحس بضايق بك ناخذها. لا مانع إن شاء الله يا أم سراج، لا مانع. بارك الله فيك، جزاك الله خير. حياكم الله، حياكم الله. بخاخ الربو يحتاج دائما، ولو يعني لو قيل يلا اقضي، طيب هو اصلا حتى يوم القضاء سيحتاجه. ولذلك افتت اللجنه الدائمه الافتاء بانه لا يفطره، وهو مضغوط يذهب الى الرئه. ابو يعقوب بن عمان تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ لو سمحت، بالنسبه لحكم طواف الوداع. ايوه، طواف الوداع، طواف الوداع في العمره مستحب عند جمهور العلماء. إذا لكن واحد مثلا ما عنده وقت ضيق و... خلص لا حرج عليه، لا حرج عليه. طيب وتأخير صلاة العصر عن الوقت المحدد ما حكمها؟ لا هذا حرام، يعني أخروا إلى وقت الإصفرار، إصفرار الشمس، مثل صلاة المنافقين إذا اصفرت الشمس نقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، فلا بد أن تكون الشمس لا على الوقت المحدد ربع ساعة 20 دقيقة بالعمد يأخرونها الصلاة في المساجد، بالعمد يأخرونها. يعني ما في مانع، شوف أنت ما دامت ما زالت الشمس حية، أقول إذا كانت الشمس حية وقوية أيوة فلا بأس بالصلاة في هذا الوقت. لا مانع. شكرا شيخ، لا مانع، حياك الله. أبا معاذ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين الله يحفظك. نعم. السؤال الأول، أنا اعتمرت وطفت وسعيت وصليت كذلك العشاء في النعال عزكم الله، لكن النعال لا أرى عليه لا نجاسة طاهرة ولا نجاسة أو أي شيء. السؤال الثاني، ما حكم؟ طيب إذن خلاص، إذن لا حرج عليك وصلاتك صحيحة وطوافي وسعي، وطوافك صحيح وكذلك سعيك ولا يشترط له الطهارة الحمد لله. السؤال الثاني، ما حكم الذهب المعد للاستخدام؟ هل تجب علينا فيه زكاة أم لا؟ الأحوط زكاته، لأنه فيه خلاف بين أهل العلم. مقدار الزكاة فيه؟ إذا بلغ 85 غرام فأكثر. نعم. قيم تشوف قيمته كم، طلع في 1025. جزاك الله خير يا شيخ، والله يزيد في عمرك ويمدك على الطاعة. وياك، حياك الله يا أخي. ريهام. نعم. ألو. نعم نعم. ألو. نعم نعم. ألو. ألو. نعم. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ بسألك عن أخواني. أيوة. واحد عمره 13 يحل على الصيام ولا لا؟ 13؟ أيوة. طبعا يؤمر بالصيام أكيد. طيب وأختي عمرها 12 يحل على الصيام؟ كم عمرها؟ 12 أيضا تؤمر بالصيام. طيب وأخوي الصغير عمره 10. مروا أبناءكم، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع،
واضربوهم عليه أبناء عشر. قال العلماء: يؤمر الصبي بالصيام كما يؤمر بالصلاة، فإذا بلغ هذا العشر، إذا بلغ عشر وكان يطيق، ما عنده هزال، ضعف، مرض، وضع طبيعي، يؤمر وعمره عشر، يؤمر بالصيام، يلزم به تدريبا وتعويدا. طيب أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. الله يجزاك خير. عندي سؤالين. السؤال الأول بخصوص التحليل السكري المنزلي، هذا اللي يأخذ قطرة من الدم، ما يضر الصيام هذا؟ ما يضر، لأنه هي قطرة بسيطة. فيما يخص الوضوء، هل ينقض الوضوء؟ والله القطرة هذه شيء يسير جدا، والراجح إن شاء الله أنه لا ينقض. طيب جزاك الخير. السؤال الثاني اللي هو إذا كان الإنسان شك في الركعة السابقة أنه ما أدري هو سجدتين أو سجدة واحدة، في هذه الحالة هل يزيد ركعة أم يكفي سجود السهو؟ لا هذا ولا هذا، لأنه الواحد إذا شك أنه جاب واحدة ولا ثنتين نقول له: هل عندك غلبة ظن؟ فإذا قال: ما عندي غلبة ظن، نقول: ابني على اليقين وإنها سجدة وجيب الثانية. طيب إذا كان في يقين أنه لا، إذا في يقين ما راح يسأل أصلا. إذا واحد قال: أنا متيقن إنها سجدة أو متيقن إنها ثنتين، لن يسأل أصلا. لا، إذا يقين إنه يعني سجد سجدة واحدة بس وقد وقف للركعة الثانية، في هذا حاجة تسويه؟ ينزل ويسجد السجدة الثانية، يسجدها بعدين يقوم مرة ثانية. نعم. جزاك الله خيرا يا شيخ. حياك الله. حياك الله. وضحة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، ايش حكم زكاة 10,000 ريال؟ كم يعني؟ كم؟ 10,000. 10,000 ريال. 250. طيب يا شيخ، وش حكم يا شيخ النتف ما بين الحواجب اللي كان يشوه اللي يكون على الأنف بين الحاجب؟ بين الحاجبين لا مانع، اللي هي القفلة، يسمونها القفلة، هذه لا مانع، ليست من هذا الحاجب ولا من هذا الحاجب كما قال شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله. يعني اللي في النص يا شيخ عادي نشيله. اللي بينهم ما هو من الحاجب هذا ولا من الحاجب هذا. ايوه. السؤال الثالث يا شيخ. نعم. يا شيخ، ايش حكم يا شيخ الرسم الكرتوني خيالي، يعني البنات كذا اللي باليد؟ رسم ذوات الارواح لا يجوز، بارك الله فيك. رسم ذوات الارواح، الوجه والعيون والانف والفم، رسم ذوات الارواح لا يجوز. طيب يا شيخ، عندي سؤالين عادي يمكن يا شيخ اسال؟ اعطي اذا كانت اسئله خاصه. عندك رقم البرنامج الخاص؟ بارك الله فيك. الأخ إبراهيم. إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، نحن نبعد من جدة 180 كيلو. أيوة. وهناك نحن نستقر في المصنع، الأذان يأذن هناك يعني ساعة 9:05، هل يجوز نصلي ساعة 8:30؟ ما هو نحتاج، أنت يعني سؤالك عن صلاة العشاء ها؟ إيه إيه. طيب نحتاج أن، طيب أنت احتياطا خذ ساعة ونص بعد المغرب. أيوة. خذ ساعة ونص بعد أذان المغرب وصلي العشاء. لا، ثلاثة تراويح يعني الناس عندها عمل، عشان كذا يعني يستعجلون يعني. ما في مانع بعد ساعة ونص من أذان المغرب. شوف أنتم متى. أيوة. تغرب الشمس عندكم. طيب. أيوة أيوة. حط عليها ساعة ونص وأذنوا العشاء وصلوا الفرض والسنة والتراويح. فلا بأس يعني ما نصلي يعني. فلا بأس أنكم تعجلوها شوي بالنسبة لغيركم نظرا لأحوالكم وظروفكم. يلا جزاك الله يا شيخ. حياك الله. نختم بسؤال أخ حسين. أخ حسين تفضل. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الله يبارك فيك، أنا رجال صايم ولمنا نام وأستيغف، لما نام واستيغف احصل دم بثمي. ايوه اطلع دم بثمي، واضطر اروح على المغسله اغسل بثمي من الدم، وذلك احرص انه ما يدخل دم بجوفي. تمام. ما عليك شيء، ما عليك شيء. هذا امر ابتليت به،
وانت على طول لما تصحى روح طلع الدم وغسل فمك وما عليك شيء. المهم تحرص ما تبتلعه، وما حصل اثناء النوم انت غير محاسب عنه ولا مكلف به ولا يضرك. طيب نعود الى اسئله التي وجدت بتطبيق البرنامج. انا احدد كل سنه يوم اشوف الرصيد في الحساب واطلع على 1025 ولا انظر الارباح والخسائر. ما دام انه عندك فلوس في الحساب طلع عليها، والفلوس اللي لك عند الناس اللي انت قادر انك تستحصلها تزكي عليها ايضا. هل يدخل هؤلاء الذين يمتهنون التسول في قوله واما السائل فلا تنهر؟ نعم ما تنهر الا اذا تبين لك انه محتال ونصاب، تنهره عند ذلك. هل تصلي الوتر قبل التراويح؟ لا، اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. عليه دين وراتب ما يكفيه، تجوز له الزكاة؟ نعم، إذا كان يعني غير مسرف ولا مبذر ولا سفيه. غلق العينين في الصلاة للحاجة كزخارف ألهته. الإمام يصلي الوتر ركعتين ثم يسلم ويصلي واحدة، أنا أصلي معه واحدة فقط. يجوز، لكن لا تفوت على نفسك الفضيلة ورمضان ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هل يجوز أن أنقل فتاوى سمعتها من علماء؟ نعم إذا كان النقل دقيقا. وبعدين انتبه لأنه قد يكون واحد عنده حالة بعدين تنقل له فتوى عالم ما تنطبق على الحالة، فممكن تكون أفتيته بغير علم حتى لو كان عندك دقة في النقل. لأنه مو المهم فقط الدقة في النقل، المهم أنه يكون الفتوى المنقولة مطابقة للحالة المسؤول عنها. واحيانا انت ممكن تقول يا جماعه انا انقل لكم ومالي دخل، انقل لكم ما سمعته، هي مسالتك ما هي مسالتك انت روح. انا انقل ما سمعته، سمعت الشيخ فلان يسال عن شيء الفلاني فيقول كذا بس، وهذه العهده. يقول السؤال هل يجوز ان اخرج الفديه نقدا؟ لا، اخرجها طعاما. تبييض الاسنان لا مانع. أجرى عملية تكميم معدة ومنع الطبيب من الصيام. إذا كان الطبيب ثقة مأمون، مسلم ثقة مأمون، خلص يصير اضطرارا تقضي بعد ذلك. يحصل لي بول في أثناء العمرة، إذا كان أنت غير قادر على التحكم أبدا تتوضى بعد الصلاة وتروح الطوف، بعد الأذان تروح الطوف وعمرتك صحيحة وتتحفظ بشيء لئلا تنتشر النجاسة، نسأل الله لنا ولك العافية. قدمت طلب تمويل لبنك عن طريق التورق وأعطوني أسهم بقيمة السوق وأضافوا عليها ربح لهم ودفعت. طيب خلاص، إذن أنت الآن اشتريت الأسهم، تروح أنت تبيعها أنت أو توكل واحد ثم تسدد لهم بالأقساط إذا كانت أسهما مباحة. هدية شخص يأكل الربا تورع عنها. طيب مسألة كشف عند الطبيبة، لا يعني إذا احتاجت المرأة إلى الكشف عند الطبيبة وإجراء الفحص فلا مانع ولا يفطر. مجرد الفحص المهبلي، هذا الفحص الذي تقوم له به الطبيبة باليد لا يفطر، لكن يكون عند الحاجة. بالنسبة للأخت قالت أنه أبي بطل ينفق على البيت وأنا معلمة وراح رمى عليه الإنفاق. لا يجوز للأب أن يجبر ابنته المعلمة على الإنفاق على البيت إذا كان قادرا على الإنفاق، وإذا أجبرها فلها أن تأخذ من ماله بغير إذنه نفقة البيت. وأما إذا افتقر واحتاج فيجب عليها، فإنها تنفق عليه وجوبا لأنه هي مكفلة في أبيها، وجوء عند قدرتها وعجز أبيها. أما يقول لها يلا أصرفي على أخواتك غصبا عنك، أصرفي على البيت غصبا عنك رغما عنك، يأخذ مالها رغما عنها بدون رضا، لا يجوز. وللمحتاج أن يأخذ من مال الأب من أهله، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بالمعروف. السؤال عن الكدرة كان في أسئلة كانت من حلقة سابقة،
الكدرة بعد الطهر التام ليست بشيء، لا تمنع الصلاة، لكنها نجسة لا تمنع الصلاة، فتغسل وتتطهر تصلي. طيب، يقول السؤال: هل يجوز أحكي مع الخطيبة بالهاتف الكلام بالمعروف فقط؟ وممكن أنت تسأل أباها أو تسأل أمك تسألها مثلا. يقول: وجدت آلة، هذه من أسئلة البرنامج، وجدت آلة في بيت مهجور نتيجة الحرب واستعملتها، نقول ما هذه؟ أمانة تحفظها لصاحبها، إيمان أمانة، ما يجوز أنك تأخذها تتملكها. واحد ترك متاع رغما عنه، ماذا يفعل؟ يقول: إيش حكمة أنه المؤذن يؤذن هذا ورد في حديث: رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. وهذا حديث صحيح رواه الترمذي. وقال: العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان. قال بعض العلماء: إنه أقوى للصوت والأداء، أقوى لأداء المؤذن. نعم. وصفة وضعهما أن يجعلهما جميعا في صماخي الأذن، يعني طبعا طرف الأصبع، طرف الأصبع السبابة. طيب، بالنسبة للالتفات، ورد في حديث أبي جحيفة أنه رأى بلال، أذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. هذا الالتفات لأجل أداء الصوت، يعني من زمان ما في مكبرات، فهو يؤذن لمن أمامه، طيب واللي عن يمينه وشماله من الجيران يلتفت ليسمعهم. لكن إذا صار في المكبر، يقول الشيخ بن عثيمين، من لطائف الشيخ بن عثيمين، يقول: المكبرات تلتفت عنك. الشيخ ما يرى في المكبرات الالتفات، لأن الالتفات يضيع الصوت عن المكبر، فيقول المكبرات تلتفت عنك، لأنه في مكبرات على اليمين ومكبرات على الشمال. قوله: اللهم أني لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه، محرم لا يجوز، لأن الدعاء يرد القضاء، فكيف تقول لا نسألك رد القضاء؟ هذا من الاعتداء في الدعاء. جاء في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء، والدعاء من القدر، وهذا دفع القدر بالقدر. وبعدين كيف يقول له لا أسألك رد القضاء بس الطفي؟ يعني إذا أنت منزل مرض، منزل علي حادث ومصيبة، يعني نزلها علي بس يعني خففها. ليش ما تسأل الله العافية من ذلك أصلا؟ ليه؟ فإذا هذا الدعاء صراحة حقيقة منافي الأدعية الصحيحة، وبعدين مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام، مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم بقوله: وأعوذ بك من سوء القضاء، أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، أعوذ بك من سوء القضاء. هذا يخالف الحديث. اللهم لا نسألك رد القضاء ونسألك اللطف فيه، خالف حديث أعوذ بك من سوء القضاء. سجود السهو قبل السلام في موضعين: النقص، واحد نسي التشهد الأول قام للثالثة وكمل، نسي يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، نسيان الواجبات، يسجد السهو قبل السلام وكما ورد في الحديث. اثنين: إذا شك في عدد الركعات وما درى كم صلى وما ترجح عنده شيء، يبني على الأقل ويسجد للسهو قبل السلام. إذا ترجح عنده وبنى على الراجح يسجد بعد السلام، الزيادة بعد السلام. هذه ملخص، أنا ملخص في الموضوع. طيب، يقول: قول الله تعالى: أني قد جئتكم بآية من ربكم
أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، فياخذ صورة على شكل الطير وينفخ فيها فتطير بإذن الله. واضح أنه ما هو عيسى لا يحيي، ينفخ بإذن الله مثل إبراهيم، قطع الطيور حط على كل جبل أجزاء من هذا ومن هذا ومن هذا ثم ادعوهن إليك يأتينك سعيا. من الذي أحياها؟ إبراهيم؟ لا، الله عز وجل. طيب، أبرئ الأكمه والأبرص. طيب، والأعمى وأصحاب العاهات يعالجهم عيسى بإذن الله، يبرؤونه، يمسح عليهم يبرؤونه. طيب، حلفت كذبا، إيش تسوي؟ أول شيء التوبة إلى الله. وبعض العلماء يقول هذه اليمين الغموس ما لها كفارة إلا التوبة، وبعضهم يقول فيها كفارة إطعام 10 مساكين، لكن الجمهور يقولون ما لها كفارة إلا التوبة. طيب، إيش هو الهجر الجميل الذي ليس فيه تشكي؟ فالصبر الجميل ليس فيه تشكي. فإذا الهجر الجميل هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا عتاب، والصبر الجميل صبر بلا شكوى. طيب، الوضوء، لمس عورة الصغير، لمس العورة بدون حائل ينقض الوضوء سواء كان الملموس صغيرا أو كبيرا عند جماهير أهل العلم، على حديث من فس فرجه من مس فرجه فليتوضأ. بعض أهل العلم، يعني قليل من أهل العلم من قال إنه هذا الصغير لا حكم لعورته، يعني في المس، ما هو فقط في النظر، بعضهم يقول يعني إنه، ولكن الأحوط أن تتوضأ. طيب، يقول إنه نحن نروح للخارج وما في ماء في حماماتهم العامة، مع شوف هذول الغرب، هذول يزعمون التقدم، يزعمون الحضارة، ما يعرفون، لا يعرفون غسل لل يعني إزالة النجاسة، لا يعرفونها عندهم. والاستجمار يعني جائز، واحد أن يمسح، ما وجد ماء يمسح، وحتى مع وجود الماء يجوز أن يمسح مثلا البول والغائط، إلا إذا انتشر الغائط خرج عن مكانه، يعني انتشر عن مكان خروجه لازم الغسل لازم. أما إذا ما انتشر عن مكان خروجه، ما تعدى المخرج، يكفي أنه يمسح مثلا ثلاثا خلاص، استجمار صحيح. الأعجمي اللي يلحن ما يجوز يصلي إماما طبعا. متى يشرع الإنسان إعادة الصلاة؟ طبعا إذا يعني صلى بغير وضوء لازم يعيد، مثلا نقص ركن راحت بعدين تذكر وطال الفصل لازم يعيد. بعضهم قال إذا سرح بالصلاة كلها من أولها لآخرها ما تذكر منها ولا شيء. أما عروض الفكر أثناء الصلاة لا يبطل ولا يجب عليه الإعادة. تورق لبناء بيت إذا اقترض بشرط أنه يكون يأخذ حاجة يشتريها من البنك يقبضها هو ويحوزها ويبيعها هو أو وكيله، وبعدين يقسط البنك القيمة، يجمع المقعد للعذر. نعم، هذا تقريبا يعني الأسئلة التي وردت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يتوب علينا، إنه جواد كريم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.